من جديد نرحب بكم مستمعينا في بانوراما، أيضا في محطة عن قرب نتحدث عن البرنامج للبحث الاستراتيجي للتراث الثقافي العماني وكيف يمضي أيضا أو تمضي كل هذه الجهود البحثية في سياق التراث الثقافي المادي وغير المادي العماني. تفاصيل كثيرة جدا حول هذا البرنامج مع الدكتور ناصر بن محمد الصقري، نائب مدير البرنامج للبحث الاستراتيجي للتراث الثقافي العماني. معنا باتصال هاتفي دكتور ناصر. مساء الخير وأهلا وسهلا بك. مساء الخير أخي إدريس، وأهلا وسهلا بك وبالمستمعين الكرام. حياك الله دكتور ناصر، نسعد بالحديث معك عن هذا الموضوع. بداية يعني نحدث المستمع ونعرف المستمع عن نبذة عن البرنامج الاستراتيجي لبحوث التراث الثقافي ومساهمته في إثراء الجهد البحثي في هذا المجال تحديدا. بإذن الله، طبعا كما تعلم أخي إدريس وكما يعلم المستمع الكريم بأن التراث الثقافي بما يشمله وبما يعنيه بمختلف مجالاته ومفرداته هو طبعا أصبح عنصر مهم تقيم به الدول والأمم تاريخها وتبنيه وتوظف في التنمية المستدامة في عصورها المختلفة. طبعا كلنا يدرك أهمية ذلك، أهمية هذا التراث الثقافي في بناء وترسيخ قيم المواطنة بين أفراد المجتمع من خلال تعريفهم بتاريخهم بتراثهم، من خلال أيضا غرس حب المحافظة عليه ونقله للأجيال المتعاقبة. طبعا الاهتمام بالتراث الثقافي خرج من النطاق المحلي إلى أو خرج من الحدود المحلية لكل دولة ليشمل أبعد من ذلك ويصل إلى الحدود الدولية والعالمية. فظهرت طبعا الاتفاقيات المنظمة للتراث الثقافي والتي تتمناها في المقام الأول منظمة اليونسكو، والتي اعتنت بشكل كبير في تسجيل التراث العالمي، وذلك طبعا ينطلق لتحقيق عدم اندثار هذا التراث ونقل رسالته ومعانيه إلى الأجيال اللاحقة بعد ذلك. طبعا البرنامج الاستراتيجي للتراث الثقافي، إذا تسمح لي بس أعطي نبذة تاريخية كيف نشأ وكيف تأسس. طبعا يعود تاريخه تقريبا إلى عام 2015، فهو نوعا ما برنامج حديث، وكان تحت مظلة مجلس البحث العلمي سابقا الذي أصبح الآن تحت مظلة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. طبعا عندما جاء تأسيسه وفكرة القائمين على هذا البرنامج في البداية، كان الفكرة تتمحور في تأسيس وحدة بحثية وطنية عمانية تسهم في إيجاد أولويات بحثية وتضع للبحوث والمشروعات المتعلقة بالتراث الثقافي العماني خطة متكاملة تفيد بها المؤسسات المختلفة بشكل خاص والسلطنة طبعا بشكل أعم بالتنمية المستدامة. من هنا انطلقت الفكرة، وبالتالي كانت الجهود بالتنسيق بين بعض الجهات المعنية بالتراث الثقافي في عمان، وبالتنسيق أيضا مع مجلس البحث العلمي كما أشرت إلى ذلك سابقا. نعم. فطبعا انبنت يعني تم اعتماد البرنامج في عام 2015، وانطلق طبعا البرنامج من رسالة سامية وهو الاهتمام ببحوث التراث الثقافي العماني، وذلك انطلاقا من أن التراث الثقافي العماني يعد واحدا من المشروعات التي ترتكز عليها دراسة القيمة والجدوى الاقتصادية في عمان في الجوانب الاجتماعية والثقافية، وليكون أيضا مصدرا تربويا خلينا نقول وعلميا. نعم. وفنيا يبنى عليه تنمويا واقتصاديا. فهذه هي فكرة يعني إنشاء البرنامج، وسنأتي تباعا للحديث أيضا عن أهداف البرنامج وما يعمل عليه. نعم بكل تأكيد. إذن حدثني عن قربنا أكثر دكتور ناصر، يعني هذا البرنامج خلال السنوات الماضية كيف ساهم فعلا يعني في توثيق ورصد آثار التراث المادي وغير المادي والأبعاد اللي أيضا يركز عليها من خلال كل هذه الجهود؟ نعم طبعا البرنامج يركز على مجموعة من الأبعاد في مجالات التراث الثقافي بمختلف أنواعه، لكن بشكل أكبر هو يركز على التراث الثقافي غير المادي،
نظرا للاهتمام بالتراث المادي يعني كانت هناك جهود كثيرة ومتعددة من قبل مؤسسات مختلفة، ولكن يعني يبقى التراث الثقافي غير المادي هنالك خلينا نقول إذا صح التعبير تقصير بعض الشيء من الجميع طبعا، سواء على المستوى المؤسسي أو على المستوى الفردي في جمع هذا التراث وبطريقة علمية. فطبعا يعني الأبعاد التي يركز عليها البرنامج هي أولا إجراء دراسات علمية في التراث الثقافي حسب طبعا أولويات ومحاور محددة يتم العمل بها، ومع أهمية النظر والاعتبار في أنها تفيد التنمية المستدامة. أيضا من الأبعاد الأخرى حفظ وتوثيق مواد التراث العماني والبحوث العلمية في هذا الجانب. يهدف البرنامج أيضا إلى بناء قدرات وكفاءات وطنية في المجال البحثي للتراث الثقافي. أيضا من الأبعاد التي يشتغل عليها البرنامج هو إيجاد شراكة وسبل تعاون في المجالات البحثية بين الجهة المعنية بالبرنامج ومختلف الجهات الحكومية، وأخيرا أيضا تعزيز دور التراث الثقافي في الثقافة المحلية والمساهمة في نشرها وتسويقها، طبعا تسويق مواد التراث الثقافي بمختلف أشكاله. هذه هي الأبعاد التي يعمل عليها البرنامج. نعم، نسلط الضوء أيضا يعني دكتور ناصر على أبرز المشاريع والمبادرات البحثية الاستراتيجية يعني خلال السنوات الماضية بالنسبة لهذا البرنامج. نعم، طبعا كانت باكورة الاشتغال في البرنامج على جمع الحكايات والأساطير المتعلقة بالأمكنة في محافظة شمال الشرقية، وكان هنالك أيضا فريق آخر يعمل في نفس المجال في شمال الباطنة. وطبعا انتهى العمل في هذه في هذين المجالين أو في هذين الفريقين البحثيين بخروج كتب أو إصدار كتب. طبعا كانت الجهة الراعية لهذه المشاريع في يومها وزارة السياحة سابقا التي أصبحت الآن وزارة التراث والسياحة. فخرج العمل وطبعت الأعمال، وطبعا شكلت يعني إضافة أصيلة للمكتبة العمانية في هذا الجانب. حاليا طبعا هنالك 10 فرق بحثية تعمل في الميدان في 3 مشاريع رئيسية بالبرنامج. خلينا أحدثك عن كل مشروع وأهم الفرق البحثية التي تعمل بكل مشروع. طبعا هنالك أيضا مواصلة في مشروع الحكايات والأساطير المتعلقة بالأمكنة، ولكن في نطاق جغرافي مختلف. فهنالك في هذا الجانب 3 فرق بحثية، فريق يعمل في محافظة ظفار والفريق الثاني يعمل في محافظة الداخلية وفريق آخر يعمل في محافظة شمال الباطنة ولكن في مرحلة متقدمة وهي المرحلة التطبيقية، حيث كما أشرت قبل قليل بأنها أنجزت المرحلة النظرية في المرحلة الأولى، والآن يتم التطبيق في الواقع من خلال استثمار هذه المواقع التي دارت حولها الحكايات والأساطير بطريقة يعني ممكن تنميتها سياحيا وبالتالي تحقيق الهدف المنشود في التنمية المستدامة من خلال الاشتغال على هذا الجانب. المشروع الثاني أخي إدريس هو مشروع الشخصيات العمانية المشتغلة في التجارة والصناعة. هذا المشروع طبعا برعاية اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة بوزارة التربية والتعليم، وبه 4 فرق بحثية. هناك فريق في محافظة سندم وفريق في محافظة ظفار وفريق آخر في الداخلية وفريق آخر في مسقط. هذه الفرق تعمل على جمع طبعا كل ما له علاقة بشخصيات عمانية اشتغلت في التجارة أو الصناعة وفق معايير علمية معينة. أيضا يتم الالتقاء أو إجراء بعض المقابلات وتوثيق هذه الشخصيات وما ترتبط به. المشروع الثالث هو مشروع يتعلق بالتراث اللغوي، وطبعا تحت رعاية وزارة الثقافة والرياضة والشباب. هذا المشروع به 3 فرق بحثية تعمل. الفريق الأول يعمل على توثيق اللغة الكمزارية في محافظة سندم، طبعا هي أحد اللغات المهددة بالاندثار. أيضا الفريق الثاني يعمل في ولاية الرستاق بجنوب الباطنة، وهو يعمل حول المصطلحات المتعلقة بالزراعة في ولاية الرستاق دراسة معجمية. أما الفريق الثالث فهو يعمل في محافظة مسقط في حفر وتوثيق الفن الصخري المتعلق في الرسوم والنقوش في ولاية
العامرة. هذه هي مجمل المشاريع البحثية والفرق البحثية المندرجة ضمنها التي تعمل حاليا. جميل جدا. يعني دكتور ناصر مؤكد أن هذه الأبحاث هي أيضا تتجه إلى ترجمتها لتكون على أرض الواقع من خلال هذه المشاريع. نتحدث عن يعني نتائج هذه المشاريع البحثية في التراث الثقافي، وكيف أن فعلا أو كيف تقيس مدى مواكبتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة دكتور؟ نعم طبعا، موضوع الاشتغال على التراث الثقافي أو مواد التراث الثقافي في التنمية المستدامة له أبعاد وجوانب مختلفة. خلينا نقرب للمستمع الكريم الصورة بشكل أكثر وضوح. على سبيل المثال، خلينا لو جئنا إلى مشروع مثل مشروع الحكايات والأساطير الذي طبعا صدر فيه كتابين، هذه الحكايات وهذه الأساطير تمثل مادة خام إذا صح التعبير لكاتب القصة، لكاتب الرواية، لكاتب السيناريو مثلا لبرنامج لفيلم قصير على سبيل المثال. يعني أيضا للمشتغلين على المناهج الدراسية يمكن أن يشربوا بعض الجوانب المعرفية المتعلقة بهذا التراث. أيضا لأصحاب هذه المناطق ممكن هذه الأماكن يتم تنميتها سياحيا وتمثل مصدر جذب للسياح، وبالتالي لفت عناية المجتمع المحلي أيضا إلى أهمية هذه المواقع وأهمية يعني استغلالها سياحيا ومعرفيا. ربما تلاحظ أيضا هنالك كثير من الحارات العمانية ربما تعد يعني تمثل لنا نحن كعمانيين شيء يعني نلاحظه في حياتنا اليومية. نعم. لكن عندما يأتي السائح من خارج عمان هذه تمثل له مكان جذب سياحي لدرجة أننا نجد يعني الأفواج السياحية التي تذهب لزيارة الحارات العمانية والقلاع والحصون بشكل منقطع النظير، لأنها تمثل أو تشكل بالنسبة لهم شيء جديد ومصدر جذب سياحي لهم. طبعا إلى أضف إلى ذلك أنه لابد أن يعني الاشتغال على التراث الثقافي بطريقة أو يعني استثماره بطريقة مستدامة. نعم. لابد أن يعني أيضا يهدف إلى إتاحة أنماط اجتماعية واقتصادية قابلة للتطبيق والاستدامة. طبعا في عمان أيضا لا ندرك أيضا هنالك محاولات كثيرة من قبل المؤسسات الصغيرة المتوسطة ومن أيضا من خلال الشباب العماني المبدع في يعني إنتاج أفكار في الحقيقة رائعة ومبشرة بالخير في الاستفادة من بعض مكونات أو مكونات التراث الثقافي. في الحقيقة لابد الاستفادة من هذه التجارب كمحفزات لتجارب أخرى ولتشجيع الشباب الآخرين في خوض هذا الغمار، وطبعا تقديم الدعم وتقديم الجرعات المعرفية من خلال يعني هذه التجارب الموجودة على الأرض الواقع، والأخذ بيد هذه المؤسسات وهؤلاء الشباب في طرح مشاريع تخدم الاستثمار في الجانب في جوانب التراث الثقافي. نعم. طبعا تحقيق الاستثمار يعني في التراث الثقافي ربما يعد حديث العهد في عمان، ولكن بتضافر الجهود بين مختلف المؤسسات بلا شك أننا سنصل إلى نقطة مهمة في هذا الجانب. ما أود أن أركز الحديث فيه في هذه النقطة تحديدا نعم. أن هذا الاستثمار وأن هذا الاهتمام إذا أردنا أن يتحقق بشكل واقعي وملموس لابد من وجود شراكة حقيقية وتعاون بين مختلف الجهات ذات العلاقة، ووضع أيضا الخطط والاستراتيجيات الواضحة والاستفادة من أيضا تجارب الدول التي قطعت شوطا كبيرا في هذا الجانب، ويعني محاولة تنظيم العمل بشكل احترافي خلينا نقول وبشكل تعاوني بين مختلف هذه المؤسسات. نعم. وبالتالي يعني سنحقق الأهداف المنشودة في هذا الجانب. نعم بكل تأكيد دكتور حسين، يعني قصد دكتور ناصر عفوا، يعني بما أنك تطرقت إلى هذه النقطة، كيف تقرأ هو واقع الشراكة يعني مع المؤسسات الأخرى خصوصا الأكاديمية منها لتوسيع هذا الجهد البحثي في التراث الثقافي؟
نعم، الشراكة في الحقيقة موجودة وتضافر الجهود يعني موجود. يعني أنا أشرت لك أن كل مشروع من المشاريع الثلاثة هو يقع تحت رعاية مؤسسة أو وزارة من الوزارات، وبالتالي هنالك التضافر أو التعاون موجود والشراكة المؤسسية موجودة، ولكن نطمح إلى مزيد من ذلك. نعم. يعني مزيد من هذه الشراكة، مزيد من، لأن الدرب طويل ونحن بدأنا في هذا الجانب، يعني ما زلنا في بداية الطريق في جمع هذا التراث الثقافي ولملمته وإصداره، ثم بعد ذلك تفعيله والاستفادة منه واستثماره في الجانب الاقتصادي. نعم دكتور ناصر، بما أنك تحدثت عن المبدعين والمهتمين والمختصين أيضا في هذا الجانب، كيف بالنسبة للبرنامج يعني دوره في أو أسامة في توفير بيئة بحثية محفزة للباحثين في ذات المجال؟ أيضا هناك يعني ربما من المخرجات من المؤسسات، مؤسسات التعليم العالي، ولها اهتمام أيضا اهتمام تخصصي في هذا المجال. طبعا ممتاز، هذا سؤال مهم في الحقيقة، لأن أحد أهداف الرئيسية للبرنامج هو توفير بيئة بحثية محفزة لبحوث التراث الثقافي العماني. ومن خلال الاستطلاعات التي قمنا بها وجدنا أن هنالك قلة من الباحثين المتخصصين في هذا الجانب، وبالتالي لابد يعني، وأحد الأهداف أيضا التي نرمي إليها هو زيادة عدد المهتمين أو الباحثين في هذا الجانب، وزيادة أيضا أعداد البحوث وجودتها عن طريق تذليل الصعوبات والتحديات التي تواجه الباحثين في هذا الجانب. نعم. طبعا هذا لن يتأتى إلا أيضا بتوفير البيانات والمعلومات الضرورية، أيضا عقد مجموعة من حلقات العمل المتخصصة في طرق جمع مواد التراث الثقافي، على سبيل المثال الرواية الشفوية، كيف نستطيع أن نجمع هذه الرواية الشفوية، ما هي أسسها، ما هي المعايير العلمية القائمة على جمع هذه الأسس. أيضا كما أشرت قبل قليل، لابد من تعزيز دور الجهات المختلفة في الدولة في جمع وحصر وتوثيق مختلف مواد التراث الثقافي، حيث أن التراث الثقافي يتوزع بين مختلف مؤسسات الدولة، فلابد أن يكون هنالك نوع من التنسيق في هذا الجانب. نعم دكتور ناصر، كيف ممكن يعني أن ننظر يعني لهذه المشاريع البحثية، هي بوصفها أيضا يعني منتج بحثي للتراث الثقافي، كيف ممكن أن ننظر لها كمادة معرفية تحليلية يستند عليها صانع القرار، وأيضا في ذات الوقت هي كنافذة توعوية للمتطلع العام عن أهمية هذا المنجز الثقافي الحضاري؟ نعم طبعا، هذا من الجوانب المهمة أيضا التي يعني أو يعنى بها البرنامج، وهو توفير بيانات لصناع القرار للاعتماد عليها. طبعا كما يعني كلنا نتفق على أن التراث الثقافي العماني يتميز بالثراء الكبير والتنوع والعمق في مختلف جوانبه، سواء الجانب التاريخي أو الاجتماعي أو الاقتصادي أو الطبيعي وغيره. وبالتالي لابد يعني هذا الغنى أو هذا الثراء الكبير يضع المسؤولين أمام تحدي في بناء سعة بحثية كافية مؤهلة في مجال التراث الثقافي، تستطيع وتكون قادرة على الخوض في أسراره بطريقة علمية وبمنهجية علمية رصينة. لكن الاستراتيجية التي يقوم عليها البرنامج في البحث العلمي في مجالات التراث الثقافي في الحقيقة ذللت هذه الصعوبة بشكل كبير، و يعني خلينا نقول أنه أصبح من الضروري أن يسعى القائمون على مجالات التراث الثقافي العماني لتوظيف مخرجات البحوث، سواء البحوث البرنامج أو البحوث الأخرى. نعم. في المنظومة الإبداعية والابتكارية في السلطنة. طبعا هذا ما نسعى إليه من خلال تزويد صناع القرار. نعم. بنتائج البحوث والدراسات للاستعانة بها في تنظيم العمل الخاص بالتراث الثقافي. أيضا تعزيز دور الجهات في وضع خطة علمية للتعريف بالموروثات الثقافية وبأهميتها محليا ودوليا. طبعا كل ذلك يعني ما أود أن أشير إليه أيضا أن هذه الفرق البحثية هي تعمل يعني هنالك اشتراطات عالية جدا في معايير بناء هذه الفرق البحثية، فرئيس الفريق البحثي لابد أن يكون حامل لشهادة الدكتوراه، وطبعا معظم رؤساء الفرق البحثية هم أكاديميون
في مؤسسات أكاديمية حكومية وخاصة، وهذا في الحقيقة ما يجود العمل وما يجود البحوث، لأنها ستكون تحت أيادي أكاديمية وباحثين متمرسين ومتمكنين في هذا الجانب. نعم، بكل تأكيد دكتور ناصر، يعني مع كل هذه الجهود يعني تستحق ويستحق أيضا التراث الثقافي أن يكون كجسر عبور أيضا لي، وأنت ذكرت في البداية بأنه الاهتمام ليس فقط على المستوى المحلي إنما نصل أيضا للمستوى العالمي وتحقيق كل هذه المؤشرات. أنا هنا أود يعني أن أسأل وما أعرف إذا كان هذا الشيء موجود أو لا، يعني بالنسبة لما ذكرت الرواية الشفوية الحكايات والأساطير، هل هناك من عمل ربما لترجمة بعض هذه المواد المكتوبة والتي تعتبر هي من التراث حتى يتطلع أيضا إليها الغير يعني من الثقافات أو من اللغات الأخرى دكتور ناصر؟ نعم، هذه في الحقيقة خطوة مهمة جدا جدا، يعني ربما نحن هنا يعني في عمان الجوانب المتعلقة بالحكايات والأساطير قد تستهوي مجموعة من المهتمين والباحثين وأيضا القراء يعني بشكل عام، لكن في هذا خلينا يعني أحكي لك عن بالنسبة لنا في الأسبوع الماضي اتصل بنا باحث يجيد اللغة الفرنسية، وتفاجأنا بطلبه أنه يريد منا التعاون معه في ترجمة ما يتعلق بهذا الجانب تحديدا الذي ذكرته. جميل. اللي هو الحكايات والأساطير ويترجمها إلى اللغة الفرنسية، وطبعا هو ذكر لنا بأن هذا الموضوع يعد يعني مادة شهية جدا للقراء الفرنسيين، لأنها تجذب اهتمامات كثير أو شريحة كبيرة جدا من المثقفين لديهم، كونها ربما تمثل اهتمام وفيها نوع من الجذب ونوع من التشويق. ففي الحقيقة يعني هذا يدعونا إلى الاهتمام بهذه النقطة تحديدا، ووضع أيضا خطة استراتيجية لترجمة ما أنجزناه في هذا الجانب وما سينجز في الفترة القادمة إلى لغات مختلفة بالتنسيق مع ربما مع دور نشر عالمية أو بالتنسيق مع الجهات المختلفة في هذا الجانب. وبالتالي يعني هذا سيكون أحد الجوانب المهمة للتعريف بعمان بتراثها بحضارتها، فهو مدخل مهم جدا يستند عليه في الوقت الحاضر للتعريف بتاريخ الدول وحضاراتها. نعم، بكل تأكيد، بالإضافة إلى أن هناك أيضا من الكفاءات العمانية من تعمل يعني في مجال الترجمة، ومن الممكن أيضا الاستعانة بها حتى أيضا نصل بهذا المنجز لأبعاد مختلفة ومهمة جدا على المستوى العالمي. أنا حقيقة أشكرك جزيل الشكر دكتور ناصر على حضورك معنا والتفصيل حول هذا الموضوع المهم. شكرا جزيلا لك دكتور ناصر. شكرا أخي ضيف على هذه الاستضافة وعلى هذه المساحة في هذا البرنامج الرائع لإلقاء الضوء على مجالات الاشتغال بالبرنامج الاستراتيجي للتراث الثقافي العماني. شكرا لك. بارك الله فيك دكتور ناصر، حياك الله. إذن البرنامج الاستراتيجي لبحوث التراث الثقافي من البرامج المهمة جدا، حدثنا عنها الدكتور ناصر بن محمد الصقري نائب مدير البرنامج البحث الاستراتيجي للتراث الثقافي العماني. نواصل معكم مستمعينا هذا المشوار المسائي في بانوراما.